أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن المرسوم بقانون وصادر عن جلالة الملك المفدى لسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين لسداد نسبة 50% من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في المنشآت الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، يعكس حرص جلالته على الاستقرار الوظيفي لأبنائه العمال المواطنين في مختلف منشآت القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الأكثر تضررا، لافتا إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الحوكمة الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء، فقد تجاوزت معظم القطاعات الإنتاجية في مملكة البحرين تداعيات جائحة كورونا، منوها في الوقت ذاته بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي برئاسة سمو ولي العهد بالتكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص القطاعات الأكثر تضررا لمدة 3 أشهر بدءا من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2020. وفي ضوء صدور المرسوم الملكي السامي وبعد التنسيق والتشاور مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارا تنفيذيا حدد من خلاله القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا والتي تستحق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين. أضاف سعادة الوزير أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دعم رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأكثر تضررا من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من وفرات صندوق التأمين ضد التعطل على أن يكون العامل البحريني المشمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية شهر سبتمبر 2020، أو من البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. الشركات والمؤسسات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستحقة للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين، خدمات السفر والطيران والسياحة والفنادق، قطاع الترفيه، دور السينما وتنظيم المؤتمرات والمعارض وقاعات المناسبات، شركات النقل وشركات تأجير السيارات وما في حكمها، التعليم والتأهيل والتدريب، الحضانات ورياض الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز تأهيل المعاقين وما في حكمها، قطاع البيع بالتجزئة لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية، المطاعم، شروط استحقاق المنشآت للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين، توقف العمل فيها كليا أو جزئيا أو تأثرت بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، الالتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي، الالتزام بدفع النسبة المتبقية من أجور العمال البحرينيين العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي، الالتزام بصرف أجور العمال البحرينيين كاملة في المواعيد المقررة لصرف الأجور دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات كورونا، أن يكون العامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي سبق تاريخ الصرف.